هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الخامس عشر في المجموع لهذا الصباح، وهو مخصصا للإبكار الإذاعة المحليات. تابعنا الشباب الشوط الماضي، خالد بن سعيد بن مبروك الحميري سجل 7:08 بدون أوامر. نذهب إلى المركز الأول كي نتابع بداية هذا الانطلاق. على البداية هنا تنطلق اللي هي مذهلة لمالكة مايد بن سيف بن طماش المنصوري على مقدمة هذا الشوط، يقدم لنا مذهله المركز الثاني الوصول من قبل الوثبة صغير بن علي بن زرب العامري المركز الثالث. نتابع هناك الغدوم في هذه اللحظات، اللعوبة خلفان بن راشد بن حضير بن اكتبي المركز الرابع، سمحة خالد بن سعيد بن بروك الحميري، بينما المركز الخامس حفلة محمد بن سعيد بن حمود العفاري، والسادس هناك صغير بن علي بن زرب العام. هكذا هي النتيجة للمراكز المتقدمة في هذا الشوط وهذا التحدي. نتابع المركز الأول، الصدارة مع الوثب الصغير بن علي بن زرب العامري الذي أعلن تواجد الوثبة على المركز الأول. المركز الثاني مذهله مايد بن سيف بن طماش المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث اللي حفلة محمد بن سعيد بن حمود العفاري. المركز الرابع سمحة خالد بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الخامس هناك العوبة خلفان بن راشد بن حضير بن اكتبي. نتابع الانطلاق، نتابع الأداء مع الوثبة
صغير بن علي بن زرب العامري الذي يقدم هذا الاسم على المركز الأول. الآن 3 كيلومترات ودعناهن، كيلو وين ما تبقى عن خط النهاية في هذا التواصل. هنا الأداء، هنا التحدي في هذه اللحظات مع المركز الأول، مع حفلة محمد بن سعيد بن حمود العفاري مع المركز الأول في هذا الانطلاق. المركز الثاني اللي هي الوثبة، صغير بن علي بن زرب العامري يقدم لنا الوثبة في هذا التحدي. المركز الثالث هذه هي سمحة خالد بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الرابع مذهلة مايد بن سيف بن طماش المنصوري. والمركز الخامس هناك القدوم من قبل التماس، محمد بن راشد بن حضيرم الكتبي الكيلو الحاسم الذي يحسم الموقف. نتابع هذا الانطلاق على المركز الأول على الصدارة. الوثبة الصغير بن علي بن يزرب العامري هنا مع المركز الأول في هذه اللحظات الجميلة. يا سلام، الله 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 على هذا العرض وعلى هذا الأداء الجميل في هذه اللحظات مع المركز الأول مع مقدمة الشوط. مذهلة مذهلة، أو هذه الوثبة 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 تذهب إلى المركز الأول. الوثبة ما شاء الله تبارك الله فعلاً تواجدها مع المقدمة في هذه اللحظات. صغير بن علي بن يزرب العامري يقدم الوثبة على المركز الأول على صدارة الشوط. يا سلام يا سلام على الوثبة، على تحديات الوثبة. شوف المركز الثاني مذهلة مايد بن سيف بن طماش المنصوري. الوثبة مذهلة مذهلة والوثبة مذهلة والوثبة. اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة، مذهلة تهانينا والناموس إلى مايد بن سيف بن طماش المنصوري على فوز مذهلة بالمركز الأول. المركز الثاني الوثبة اللي مالك صغير بن علي بن زرب العامري. المركز الثالث المركز الثالث اللي هي التماس محمد بن راشد بن حضيري بن الكتبي. المركز الرابع رقم 7 على وهي حفلة محمد سعيد بن حمود العفاري. الخامس رقم 3 سمحة خالد بن سعيد بروك الحميري. والسادس مع الضالق نتخطى نهايته 8:09.